معكم خالد مزيقل، المدير الإقليمي للتيزون والنقل واللوجستيك والماء بإقليم الحسيمة. إحنا حاليا كنتواجدوا في الطريق الإقليمي 5205، الرابطة ما بين تارجيست وبني بوفراح، وبالضبط في المنشآت الفنية الثلاث اللي عيتم الإنجاز ديالهم في إطار مشروع المنارة المتوسط اللي كنتكلف بهم التمويل من طرف جهة طنجة بيضوان. وصاحب المشروع المفروض هي وزارة التيزون والنقل واللوجستيك والماء. كلفة المشروع هي 16 مليون ديال الدرهم. المنشأة الفنية المميزات الخاصة ديالها أن العلو ديالها 5 متر، والعرض ديالها 10 متر، والطول ديالها تقريبا 41 متر. وحاليا دابا راه كنديرو في الانحراف المؤقت في إتمام الدراسات ديال المنشآت الفنية، عن إن شاء الله عن دوزو الهدم ديال المنشآت القديمة اللي عبارة عن أحجار، واللي العرض ديالها ما كيتزاوش واحد 5 متر. وحاليا في هاد الأشغال عتولي واحد السير والجولان مزيان، وعاد دوز لا سيركيلاسيون في الأمر. شكرا.